أهلا وسهلا بكم طالباتي وطلابي الأعزاء في مساق علم نفس النمو. اليوم حنتكلم عن موضوع علم نفس النمو وتعريف علم نفس النمو. شو المدارس النفسية اللي تكلمت عن علم نفس النمو؟ قبل ما نخوض في تعريف هذا الفرع من فروع علم النفس، لازم إحنا نجد صيغة تعريفية لعلم النفس الأم أساس إنه نفهم إيش يعني بتكلم علم النفس. وإنه الغريب إنه فيش لدينا حتى اليوم تعريف واحد لهذا العلم، برغم إنه كل العلماء والباحثين أجمعوا عليه وتكلموا فيه بشكل عام. كل اللي بنقدر نتكلم عنه أنه جزء من علم الفلسفة. أيضا نظر علم النفس ناقش السلوك الإنساني، ناقش الخصائص الإنسانية، ناقش الطبيعة البشرية من سلوك ومن أحاسيس ومن مشاعر ومن عواطف ومن انفعالات ومن اتجاهات بشكل عام. يعني مادة علم النفس بشكل عام هي جاءت لتدرس الإنسان بشكل كامل، سلوك الإنسان. ولو بدنا نقول إيش السلوك، هو النشاط اللي يصدر عنه هذا الإنسان. علم النفس علم بدرس الحياة النفسية، ما تتضمنه من أفكار ومشاعر وإحساسات وميول ورغبات وذكريات. يعني هذا العلم بدرس جميع الحياة النفسية بشكل عام، وما تتضمنه هذه الحياة من أفكار ومشاعر، سواء على مستوى إحساسات، على مستوى ميول واتجاهات أيضا، ورغبات وذكريات وانفعالات. أيضا هو علم يدرس سلوك الإنسان، أي ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال وحركات ظاهرة، سواء كانت هذه ظاهرة أو نشاط بصدر عن هذا الإنسان من خلال المواقف الإنسان المختلفة، من خلال المواقف اللي بتفاعل معها والخبرات البيئية اللي بتفاعل معها وبتكيف معها. يعني إحنا لو بدنا نقول شو هو علم النفس، هو كل ما يمارسه الإنسان ويقوم به، ما يصدر عنه من سلوك حركي ولفظي كالسير والأكل والكلام والكتابة والضحك والابتسامة والرضا والحزن والاعتداء والعدوان، كله بشكل عام. أيضا هو نشاط عقلي يصدر عن الفرد، نشاط عقلي كالإدراك والتذكر والتخيل، وهذه كلها مفاهيم نفسية افتراضية، مفاهيم بتدل على الوظيفة النفسية. والتفكير والتعليم أيضا والابتكار والأحلام، أي كل نشاط يصدر عليه الإنسان سواء باطني أو سواء ظاهر هذا النشاط، وكل ما يشعر فيه هذا الإنسان من تغيرات وجدانية وانفعالية كالإحساس باللذة والألم والشعور بالضيق والحزن والفرح والخوف والغضب، كل ما يفزع هذا الإنسان، كل ما يدل على أن هذا الإنسان يتصرف ويحيى على هذه الأرض ويقوم به من أنشطة مختلفة تختلف من موقف لموقف، من خبرة لخبرة بشكل عام. علم النفس، إحنا قبل ما نتكلم عن علم نفس النمو، إحنا نتكلم عن علم النفس بهدف إلى تحقيق ثلاث غايات. الأولى هو بناقش، إحنا قلنا علم نفس يدرس السلوك الإنساني، يعني هو بده يفهم السلوك، بفسر هذا السلوك، يحاول معرفة أسباب ودوافع هذا السلوك، المثيرات اللي أدت إلى حركة هذا السلوك أو إلى هذا الموقف. النقطة الثانية يتنبأ بما سيكون عليه السلوك أيضا. النقطة اللي بعدها يضبط، إحنا التنبؤ بيكون من خلال إيه؟ من خلال توقعات مواقف مختلفة حدثت فيما في السابق وخبرات، ونتنبأ من هذا الشخص بما إيش بدها تكون ردود أفعاله، لكون هو كان، إحنا فهمنا نمط تفكيره، أو تنبؤ بما تقوم به الجماعات المختلفة لأي حدث. على سبيل المثال الأمة الإسلامية، يعني هناك تنبؤات اتجاه الأمة الإسلامية، لو أي شخص بده يمس، أو توقعات بنسميها، بده يمس في ديانتهم، هم مش حتقبل وحتثور ثائرتهم وحيعاقبوا كل من يدنس الديانة للأمة الإسلامية. فهذا إنه هذا لأنه إحنا نفهم من خلال سلوكهم، نفهم من خلال معتقداتهم، من خلال أفكارهم، من خلال توجهاتهم. النقطة الثالثة اللي من أهداف علم النفس هي ضبط السلوك،
والتحكم فيه بتعديله وتحويله وتحسينه. يعني علم النفس زي ما هو تنبأ ودرس هذا السلوك، هو يقوم إلى ضبط هذا السلوك، كيف السلوك هذا بمر، كيف هذا السلوك بصير، إيش الأسباب اللي أدت إلى هذا السلوك، ومن ثم ضبط هذا السلوك والتحكم فيه، أيضا تعديل هذا السلوك إذا كان هذا السلوك سلوك غير سليم، أيضا تحويله تحسينه تغييره ترتيبه تهذيبه بشكل عام. علم النفس طبعا له فروع شتى بعلم النفس، فروع متعددة، فروع متزايدة مع تعقد الحياة وسائلها وما يفرز ذلك من أثار على الإنسان. فروع علم النفس انقسمت إلى عدة مقامات، هو بالأحرى مقامين بالضبط، مقام نظري ومقام تطبيقي. فرع علم النفس النظرية، وطبعا هي عدة فروع، وفرع علم النفس التطبيقي. لما نقول علم النفس النظري بمعنى أنه علم النفس العام واللي بيعالج أوجه النشاط الإنساني اللي بيشترك الناس فيها جميعا كالتفكير والتعلم والانفعال والنسيان، وهو طبعا أساس كل هذه الفروع. علم النفس العام هو أساس كل الفروع. علم النفس الفارق أيضا يدرس الفرق بين الأفراد والجماعات والسلالات، سواء كانت هذه الفوارق اجتماعية أو الفوارق شخصية كالذكاء أيضا، أو الفوارق استعدادات أو الفوارق مواهب أو إبداعات. فهو طبعا بدرس أوجه الاختلاف وطبيعة الاختلاف بين بين الأشخاص والأفراد. كذلك أيضا في علم النفس الارتقائي، وبدرس مراحل النمو اللي بيجتازها الفرد في حياته والخصائص السيكولوجية لكل هذه المرحلة والمبادئ العامة التي تصف مسيرة هذا النمو والارتقاء من مرحلة الخلق والطفولة والمراهقة والرشد حتى الشيخوخة. أيضا عندنا من أفرع علم النفس علم النفس الاجتماعي، وإحنا بنتكلم عنه سوشيالتي اجتماعي، يعني هو بناقش الأفراد والجماعات، طريقة التواصل، طريقة الانتماء إلى الجماعة، طريقة التفاعل، التأثير المتبادل بين الفرد وبين الجماعة، الاكتساب، الاندماج في الجماعة. أيضا علم النفس، ننتقل إلى علم النفس الشواذ، وهذا طبعا بتكلم في نشأة الأمراض والأمراض العقلية والجرائم وأسبابها، ومن ضمنه طبعا علم النفس الجنائي اللي بدرس السلوك الجانح والسلوك المخالف والسلوك الإجرامي كله بشكل عام. بيختلف هذا علم النفس الشواذ عن الطب النفسي، لأنه هنا بتكلم عن اضطرابات نفسية وعقلية ومعالجتها، في حين الطب النفسي بيقوم بمعالجتها أقصد الطب بناقش الاضطرابات النفسية والعقلية بقوم بمعالجتها بالعقاقير والوسائل الطبية، في حين علم النفس الشواذ يبحث في النشأة الأساسية للأمراض النفسية، أيضا للاضطرابات الديزوردرز، الأمراض الاضطرابات النفسية أيضا اللي تنشأ عند الأفراد. أيضا عندنا علم النفس الحيواني اللي بيبحث في سلوك الحيوانات، محاولة تعديله وتطويره، كما يبحث في استخدام الحيوانات في السيرك وغيره من الحيوانات المختلفة، طريقة التربية للحيوانات، طريقة التعامل. كثير من الناس من تقتني حيوانات أليفة، كل بشكل عام بدرس هذه السلوك. علم النفس المقارن بقارن سلوك الإنسان بسلوك الحيوان وسلوك الطفل بسلوك الراشد وسلوك المتحضر بالبدوي والسوي بالشاذ، يعني سلوك الأفراد والجماعات سواء كانت مختلفت ثقافاتهم أو اختلفت أفكارهم. فروع علم النفس التطبيقية، احنا ننتقل من فرع علم النفس النظري إلى التطبيقي، زي بالضبط هو علم النفس التربوي اللي هو طبعا نجده في العقل التربوي بشكل عام، بتكلم عن علم النفس، عن التربية، عن المنهاج، عن مستوى التحصيل، عن أيضا حاجيات الفرد أثناء العملية التعليمية، عن ميول واتجاهات الطلبة، عن العلاقة المستمرة بين الطالب والهيئة التعليمية، عن المحتوى والمنهاج بشكل عام. كلها أيضا من العلوم التطبيقية علم النفس الصناعي اللي هدفه الأساسي زيادة الكفاءة الإنتاجية للعاملين،
عن طريق حل المشكلات المختلفة بصورة علمية إنسانية تقوم على مبادئ علم النفس. وكذلك علم النفس التجاري اللي بيهتم بدوافع الشراء وحاجات المستهلكين غير المشبعة، أيضا تقدير اتجاهاتهم النفسية نحو المنتجات، وهذا طبعا بكون مهم في القطاع التجاري وفي العمل التجاري. علم النفس الجنائي هو فرع تطبيقي اشتق من علم النفس الشواذ، أيضا بيهتم بالعوامل وإيش الدوافع اللي حدثت كانت سبب لحدوث الجريمة، وطبعا شو هي أفضل الوسائل اللي إحنا من خلالها بنعاقب المجرم أو نصل لوسيلة عقابية جيدة بتناسب المجرم. علم النفس القضائي اللي بيهتم بالعوامل النفسية والشعورية واللاشعورية اللي من خلالها يمكن لها تأثير، هذه طبعا اللي بتأثر على جميع من بيشتركوا في الدعوة الجنائية كالقاضي والمتهم والدفاع والمجني عليه والاتهام والشهود، كله هو ببحث في النهاية في ظروف وعوامل بتأثر على العملية القضائية سواء كانت من قاضي أو من محامي أو من متهمين أو جهة الخصومة بكونوا موجودين، طرق مدافعتهم عن الخصومة كلها بشكل عام. أيضا من الأفرع التطبيقية المهمة هو علم النفس الحربي اللي طبعا من خلاله بدرس الروح المعنوية للأفراد وللشعوب، وكيف بيقدر يستطيع من خلال الدعاية والإعلان والإشاعة وأثار الحرب الإشاعة إلى هزم الروح المعنوية، وبدرس أثار الحرب النفسية والقدرة على مواجهة المفاجآت والقدرة على استخدام الحيل والخدع اللي ممكن إنه من خلالها نوهم العدو ويصير يصل لدرجة الهزيمة للعدو. وأيضا من الفروع التطبيقية لعلم النفس علم النفس هي علم النفس الكلينيكي، واللي هو من خلاله الهدف الأساسي منه الدياجنوسيس بتاع الحالة، تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية الخفيفة علاجا نفسيا مثل عيوب النطق، التخلف الدراسي، التبول ليلا، التردد والإحساس بالنقص. لاحظوا أنه علاج الاضطرابات النفسية الخفيفة علاجا نفسيا، يعني إحنا لما بنتعمق ننتقل من اضطراب نفسي إلى مرض نفسي معنا إحنا بدنا نستعين بالطبيب النفسي، وبصير التخصص يحتاج إلى أخصائي كلينيكي أو طبيب نفسي. بالنقص طبعا والتردد والإحساس بالنقص والخوف الوهمي إلى آخره من هذه الدراسات. أيضا يهتم بدراسة المريض من الزاوية الاجتماعية والعمل على إعادة التوازن في للمريض النفسي.